السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. أحب أقدم تحياتي لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء، ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. معاكم النهاردة من أجمل مكان في جدة، مدينة جدة التاريخية. بصوا يا جماعة، مكان كده هياخدكم يعني ممكن تقولوا 150 سنة للماضي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله وعلى بركة الله. زي ما احنا شايفين كده، بصوا يعني انا عندي بنتي في زيارة، طبعا انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده، فهم بقى يعني قلت لهم ودوني اقدم مكان ممكن يكون موجود في جدة. فجوز بنتي قال لي المكان ده هيعجبك جدا جدا. زي ما احنا شايفين انا جبته من الاول خالص، من اول ما دخلت من البوابة، بسم الله وعلى بركة الله. زي ما احنا شايفين كده مكان فيه منتهى الجمال والروعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا انا دخلت الاول، ده زي متحف كده صغير، في صور تذكارية وتابلوهات وبصوا مجسمات كده للناس بتوع جدة القدامة، ربنا يرحمهم بقى، يرحم اموات المسلمين. في الاول في زرع كده قدام الباب شكله جميل. توكلنا اكيد يعني، جوز بنتي بيوريهم توكلنا واحنا معاه يعني بندخل. بسم الله وعلى بركة الله. زي ما احنا شايفين كده اللي هي الكروت التذكارية وكاسات بقى عليها صور من التراث بتاع جدة، وبلورات ايوه واللبس بتاعهم ولبس العسكر ايام زمان، والناس اللي كانوا بيبيعوا، والمسحراتي وحاجات حلوة قوي قوي بجد يا جماعة. المكان ده في منتهى الجمال. بصوا يعني فعلا هو ده اللي ينطبق عليه كلمة عبق الماضي، اخر جمال بصراحة. يعني انا انبسطت بجد بشكل مهما قعدت اوصف والله، وكأني انا يعني افخم مكان في العالم ده عندي احسن مني بصراحة. يعني بصوا انا واحدة من الناس اعشق الماضي، يعني يشدني الماضي سبحان الله ولا اله الا الله. مجسمات للبيوت بقى والمباني والعمارة ايام زمان، وشوارع جدة قديما. الله بسم الله ما شاء الله. المكان ده يعني هو كام دقيقة كده مش كتير. والتابلوهات الموجودة كلها، بسم الله ما شاء الله، التابلوهات الموجودة كلها عبارة عن تراث جدة القديم زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي قوي جميلة. والعمة دي بسم الله ما شاء الله، الله يرحم صورة الملك عبد العزيز مؤسس، بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى تابلوهات كتير، يعني بعضها الجدة وبعضها للمباني زمان وبعضها للشوارع. بسم الله ما شاء الله، والكعبة المشرفة، سوق الجمعة، لا إله إلا الله، حاجة آخر جمال بصراحة. بصوا يا جماعة مكان فيه منتهى الجمال والروعة، آخر جمال والله. بسم الله ما شاء الله، هو مش محتاج ان انا اتكلم والله، يا كل حاجه بتتحدث عن نفسها. يعني المكان ده يا جماعه بصوا، يعني اي حد يروح جده وما يزورهوش والله يفاته كتير جدا جدا، خصوصا الناس بقى اللي بتحب الماضي والتراث وبتدور على الاصاله. المكان ده في منتهى الجمال بجد، بياخدنا للماضي وكاننا عايشين فيه دلوقتي. هندخل بيت اسمه بيت سلوم، بسم الله ما شاء الله. انا ما اقولكوش على السعاده اللي انا فيها لما دخلت البيت ده، بيت جميل جميل جميل، كل حاجه فيه بيوريكوا بقى زمان المجلس كان ازاي، والمطبخ كان ازاي، والحياه كانت ماشيه ازاي، وغرفه النوم كانت ازاي، وحياتهم كانت ازاي، والادوات اللي كانوا بيستخدموها، حاجه كده بصوا اخر جمال. بسم الله ما شاء الله، روعه بصراحه. او الراجل بتاع الفول والقدره جده، بسم الله ما شاء الله، اخر جمال بصراحه. زي ما قلت لكم التابلوهات كلها اغلبها رسم، هي مرسومه، مرسومه بلوحات يعني اللي رسمينها اكيد 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 وبالطبع انهم سعوديين يعني. بسم الله ما شاء الله، اخر جمال اخر جمال. زي ما قلت لكم ده متحف صغير كده، اول ما بندخل في مدينه جده التاريخيه بيكون على اليسار. ودي ام عبود، كيف حالك يا ام عبود؟ احب اقعد في الاماكن اللي زي كده. انا كان معايا اولادي طبعا وجوز بنتي وبنتي بسم الله ما شاء الله. يعني جميله جميله التابلوهات دي، جميله قوي قوي.
ودي شوارع جدة قديما، والبيوت بقى والحاجات اللي كانت موجودة أيام زمان. بسم الله ما شاء الله، جميلة خالص خالص خالص. كل حاجة بتتحدث عن نفسها. شوفوا بقى البيت ده بيت سلوم. الله يا جماعة ما اقولكوش على اللي جوه، هنشوفه دلوقتي مع بعض. بجد اخر فخامة، شايفين انتوا بالله؟ شايفين المباني القديمة؟ والمنتشر هنا في المكان ده الارابيسك، اللي هو لا اله الا الله، ايوه الارابيسك اللي هو في الشبابيك ده، جميل يا جماعه. بصوا والله العظيم في منتهى الجمال. اللي بيسمع اللي متابع مسلسلات سعوديه، المكان ده كانوا بيمثلوا فيه طاش مطاش. بسم الله ما شاء الله، هتلاقوا نفس الاماكن القديمه دي. هنقول بسم الله وعلى بركه الله وندخل البيت الجميل ده. هو عباره عن دورين، هصور معاكم الدور الارضي ده فيديو والدور التاني فيديو عشان ما يبقاش طويل والناس ما تملش. قدام البيت طبعا بعض الزرع الجميل كده والريحان والصبار. هنا طبعا دي كتب او كتيبات صغيره بتديك تاريخ البيت وبتديك اللي سكنوا فيه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى الله يكرمكم الحديان والشباشب والابائيب. تتخيلين ده خشب؟ ايوه خشب، وبقاب خشب، مش عارفه كانوا بيلبسوه ازاي بس شكله حلو. وده برضو شكله غريب قوي الجهرية. بس قديم على فكره، يعني السعوديين يعرفوا الحاجات دي اكتر مني. انا عاشقه للماضي، ماليش دعوه بقى في اي مكان، احب الماضي في مصر في السعوديه في الهند في اي مكان، انا عاشقه الماضي. بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى اول ما دخلنا المجلس بتاعهم، شفتوا ايام زمان، شفتوا الجمال، شفتوا التلفزيون ده، بسم الله ما شاء الله، ولا الدولاب اللي تحت، الشغل اللي فيه والجمال اللي فيه. شوفوا يا جماعة المكان ده، انتوا بس كده تتفرجوا، اسكت يا ام عبود خليهم يتفرجوا وتتخيلوا الماضي او تتخيلوا الناس اللي كانت عايشة هنا. الله اللمبة، لمبة بالجاز، بسم الله ما شاء الله. البتاع ده اسمه ايه ده، وش اسمه ما ادري، احنا نقول عليه عندنا فانوس، فانوس بس من القديم اللي هو بالسبيرتو اللي كان فيه بيشتغل بالسبيرتو ده. شايفين بسم الله ما شاء الله. وده لبسهم ايام زمان، الغطر والمسبحه الكبيره هذه، بسم الله ما شاء الله ولا اله الا الله. بصوا يا جماعه المكان والله العظيم، مجرد ما ندخله نحس بجمال كده وبعبق ريحه الماضي فيه. والشوكولاته دي قديمه على فكره، انا السعوديين يعرفوها اكتر مني، بس العلبه قديمه. حاجة القهوة والشاي، بسم الله ما شاء الله. والله العظيم يا جماعة المكان ده المفروض يكون متحف عالمي، متحف عالمي. والفناجين، الفناجين القهوة، الله آخر جمال. أول مرة في حياتي أشوف الألوان دي والأشكال دي. وشفتوا الجلسة حقهم، الصينية بحالها تحفة تحفة، بسم الله ما شاء الله. وشفتوا دي بقى، دي بقى الله، دي تذكار زيارة الحرمين، كانوا بيدوها للناس اللي كانوا بيجوا حج وعمرة، كانوا بيدوا لهم علبة زي دي بيبقى فيها تقريبا مسبحة وحاجات زي كده، حاجات. الله شفت التليفون، التليفون القديم بتاع زمان اللي هو شفته عندنا في مصر، كان يجي في الأفلام الأبيض والأسود، والواحد دي دائما يطلب بيه المركز، نطلب المركز بالتليفون ده. آخر جمال بصراحة، مش عارفة الراجل ده مين، يلا ربنا يرحمه، كان ميت واصلح حاله وادي الصحه ان كان حي. يعني اخر جمال بصراحه، اخر جمال. انا عيالي كانوا معانا وهنا برضو حاجات هم كانوا بيستخدموا. ده الحمام الله يعزكم، شفتوا الحمام ايام زمان، اسمه بيت الماء. اخر جمال بصراحه، حاجه فخامه خالص. شايفين القنديل ده، وده الطايد، بالله عليكم حد شاف الطايد ده؟ شاف اللون بتاع، انا اول مره في حياتي اشوفه. شوفوا الطايد شكله، ودي ليفه، ودي مش عارفه بتغسل بها الظهر ولا ايه، بس حاجة آخر جماله. ودي البتاع دي بصوا، دي بتحط فيها زي الـ مش اسمه هذا بتاع ريد بتاع الناموس، وبيتبخي بيها. بيت الماء اسمه بيت الماء. ومش عارفة الصندوق ده، وشوفوا القنديل اللي فوق، بالله عليكم مش فخامة؟ وده في بابور هنا اللي هو زي بوتجاز كده بتاع زمان اللي هو بالكباس ده، اهو حاولت اصوره بكل الامكانيات. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا طلعت من المجلس ووريتكم الحمام والمجلس، شوفوا الزير بقى وجمال، الله الله الله، بسم الله ما شاء الله. وهتتفاجئوا مفاجاه في نهايه ده، تقريبا رجل اعمال، انا سالت قالوا لي رجل اعمال، صوره هو بقى وهو صغير، هو تقريبا ده بيته يعني والعلم الله، حاطط صوره في مراحل عمره
بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية. كنت حي ويرحمك ان كنت ميت. انا مش عارفة بقى هو حي ولا ميت، اكيد السعوديين يعرفوا اكتر مني. السوق ده زيتك إيه. الله، شفت دي ابو جورة، ابو جورة اخر جمال قسما بالله. تتخيلوش يا جماعة كم الاستمتاع والسعادة اللي انا كنت فيهم وانا في المكان ده. وتليفون، بصوا برضو تليفون، تليفون بتاع الابيض والاسود، يوسف ابراهيم الصنيع، لا اله الا الله، يعني رجال اعمال والعلم الله. بسم الله ما شاء الله، يعني الصور دي هناك كتير في البيت ده. بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى بالله عليكم كولونيا دي قديمة 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 خالص، ولا العطر اللي هو بالبتاع دي الواحد يضغط عليها وتطلع عطر، والله جميلة. والمراية والزخرفة اللي على المراية، شفتوا دي قديمة، كنت اشوفها في الابيض والاسود. الله والله جميل. شفتوا المشط اللي هناك ده، لا اله الا الله. بصوا شكل المكان كده، ده الدور الثاني، هعمل لكم فيديو لوحده. وده قفص تقريبا كانوا بيحطوا فيه عصافير ايام زمان، ودي زي القول اللي عندنا في مصر كده، هي يعني مخصوصه للميه، يعني بتاعت الميه والشرب والحاجات دي. ودي زي كنبه كده بس حلو، وده زير بقى وجنبه قلل وكوبايات الله الله الله. المكان ده يا جماعه اسمه جده التاريخيه، مدينه جده التاريخيه. ما والله ما احنا لامسين، احنا بنتفرج بس. حاجات فخامة بصراحة كده، فخامة. شوفوا صورة الكعبة جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله، وعليها زي ساعة فوق. الصورة دي قديمة خالص خالص خالص، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. أيام زمان كان كل حاجة حلوة، حتى تلاقوا الصور كانت هناك فيها اسم ربنا، صور فيها اسم، فيها سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، حاجات حلوه قوي قوي. الدواليب بتاعتهم كانت فخامه كده. شفتوا بقى يا جماعه، لا نقف هنا، هنا نقف، ده هنا انا قعدت عشان اصور. قعدت والله تحت قران كريم، لا اله الا الله. ده المكان اللي كانوا بيذاكروا فيه ايام زمان. المكان اللي زي ده طلع دكاتره ومهندسين وعلماء بسم الله ما شاء الله. علبه الهندسه دي بالله عليكم، يعني حد متذكرها؟ انا ما حضرتش العلبه دي، بس انا متاكده انها قديمه. الله، والزو كتيبات إسلامية أدعية، بسم الله ما شاء الله. ودي انتوا عارفين دي ايه؟ دي ألوان شمع، آخر جمال قسما بالله. بصوا المكان يعني يخطف القلب، يخطف القلب ويرجعكم للماضي وكأنكم عايشين فيه. بسم الله ما شاء الله، ده المكان اللي كانوا بيذاكروا فيه الأولين. شايفين؟ شايفين الجلسة كيف، والحركات والأجلام بسم الله ما شاء الله، وحق الشاهي وحق القهوة ودي طابعة. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله. ولا شايفين الأباجورة اللي بتنور عشان الواحد يذاكر، ولا الدولاب اللي جنب الجلسة، ولا الحيطة وجمالها. هم سايبين كل حاجة كده يعني ايه زي ما هي عشان الناس تستمتع بالمقتنيات الموجود. ولا الراديو ده بالله عليكم، شايفين الجمال؟ الله الله. المكان ده بصوا انا بعتبر الفيديوهات دي من اجمل الفيديوهات اللي انا عملتها على القناة عندي. بسم الله ما شاء الله. هنا طلعت، هنا هروح الدور الثاني. ايوه بحاول اطلع فوق. بصوا السلم شوية ايه صعب، انا خليت اولادي يطلعوا الاول، ما كانش حد في المكان اللي انا واولادي، بس جوز بنتي خليتهم يطلعوا، قلت لهم اطلعوا انتوا عشان اصور. هو السلم ضيق شويه بس ايه هيمشي حاله، يعني هعمل لكم تقريبا الدور الثاني ده انا عملته فيديو لوحده، بس خدت منه لقطات كده. بصوا هنا بسم الله وعلى بركه الله، بديت باليمين. هنا دخلت اوضه النوم، شوفوا بقى اوضه النوم بتاعت زمان. الله الله، وما يتقالش غير الله، سبحان الله. السرير ابو ناموسيه والبطانيه اللي عليها الطاووس، شايفين الجمال والفخامه بتاعت زمان. لا وشوفوا المفاجاه اللي هنا بقى، شوفوا بقى الحاجات اللي كانت الستات بتلبسها زمان، الزينه والعقد والاساور
وشوفوا بقى الجمال. يعني هو مش عشان زمان ده كانوا عاملين سرير للنون اهو، شايفين حاطين فيه كلعبة كدمية كده. الله، اخر جمال، قسما بالله قسما بالله، اجمل مكان. بسم الله ما شاء الله، شايفين انتوا. وعندهم عطور برضو حاجات وهنا برضو هتلاقوا مراية وعليها حاجات. شوفوا المكنة دي، المكنة دي قديمة، مكنة خياطة معروفة، وفيها خيط بقى واستك وزراير وحاجات كتير. بسم الله ما شاء الله، لا اله الا الله. والله يا جماعة حاجات في منتهى الجمال، في منتهى الجمال والروعة. هو ده زي ما قلت لكم، ده جزء، ده الفيديو الاول. والفيديو التاني انا عاملاه برضو، هعمله لكم تكملة البيت ده. ان عجبكم المكان وان عجبكم التصوير بس حطوا لي لايك. وده المكان بقى اللي كانت الواحدة بتتزين فيه ايام زمان، هتلاقوا عليه حاجات قديمة قوي قوي. شايفين ده؟ والله انا معرفهوش ولا حضرته، بس حاسة ان هو قديم، شكله حلو. ودي المراية، وهنا بصوا المكحلة، دي مكحلة كان بيتحط فيها كحل جميلة. كنت شفت عندنا واحدة بتاعت جدتي أيام زمان، والله آخر جمال. والروج السحري أهو اللي صورته عند أم حسين في سوق التلات. بسم الله ما شاء الله، هنا حاجات يا جماعة، والله الماضي كله هنا. بسم الله ما شاء الله، مدينة جدة التاريخية. بسم الله ما شاء الله، لا إله إلا الله. بجد انا بص يعني والله ما كنت عايزة اطلع وانا بصور، جمال جمال. الواحد بيدخلها بتذكرة، تذكرة ب10 ريال بس، بصراحة فخامة. الكوادي خلي بالكم يا جماعة بتشتغل بالفحم، جوز بنتي قال لي انها بتشتغل بالفحم، اول مرة في حياتي اشوفها، حق الملابس. والماكينة دي بص